قرع المحشي بالرز. قرعة كبيرة وزن من 3 ل 4 كيلو، وتتبيلة الشوي رح تحتاجوا لزيت زيتون وملح وبابريكا وفلفل أسود، وتقريبا كيلو ونص من اللحمة. أما بالنسبة للرز، 3 أكواب أرز مهراجة، بصل كبيرة مفرومة، كوب حمص حب، وكوب جزر مبشور، وكوب أو حبة بندورة مفرومة عفوا، ومعلقتين صغار ملح، معلقتين صغار بهارات مشكلة، ومعلقة صغيرة هيل مطحون، فلفل أسود، واثنين عود قرفة، ومن 3 ل 4 أكواب مرق. أما بالنسبة للصلصة، رح تحتاجوا ل 2 كوب مرق لحم، 2 معلقة كبيرة طحين، و2 معلقة كبيرة زبدة، ربع كوب جرينبري مجفف، وللتزيين مكسرات وبقدونس. هلأ بدنا نحكي على القرعة اللي هي هاي الكبيرة. هلأ هي صراحة أنا بحبها كثير، لأنها هي كثير غنية بالألياف وكثير فيها فيتامينات وفيها أشياء كثير صراحة مفيدة. هلأ شكلها كثير مغري لما بتكون كبيرة. أنا بجيبها أيام قطعة هيك وبحشيها، وبجيبها أيام سلايسز بكون بدي أعمل فيها حلو، فإلها كثير كثير أكلات. اليوم رح نعملها بالطريقة المحشية. فتحتها بالسكينة، وبعدين حطيت زبدية فيها زيت زيتون، وحطيت فيها ملح وفلفل أسود وبابريكا زي اللي محطوطين عندكم بالمقادير، ودهنتها بالفرشاي، وبعدين سكرت عليها الورق الألمنيوم بهاي الطريقة من كل الجهات. طبعا حطيت الغطاية عليها تبعتها، وحطيتها هيك كمرتها وحطيتها بالفرن لتستوي. لتستوي يعني. هاي هلا بتقدروا تعملوا هاي الطريقه، بتقدروا تحطوا الرز بقلبها من البدايه، بس انا بلاقي هاي الطريقه عم بسالوك على المفتول، بقولوا لك احنا مره حشيناه مفتول. يسر بتقول انا مره حشيته ممكن مفتول. ممكن يا يسر. يسر كيفك اول شيء، لانها دائما بتتفاعل معنا. شكرا لمعلومتك يسر. ممكن تنعمل مفتول، ممكن تحطي فيها اكله فيها مرقه، ممكن تحطي فيها صيني، كثير بنحط فيها اشياء. احنا اليوم عملناها بطريقه شوي تقليديه يعني. فهلا انا طريقتي بسكرها وبحطها بالفرن تقريبا شي ساعتين، تاخذ على حوا حجمها يعني، هذا الحجم اللي عندكم بدها ساعتين بالفرن. بغطيها، وبعد الساعتين بفتحها يعني. هاي لها ساعتين هلا محطوطه بالفرن. بتكون عندكم دقيقه. طيب بس هلا انت هذا كله اللي عملتيه اللي احنا اخذنا حطيتيها على درجة حرارة 180 برضو 200. اليوم غيرت لك. يعني لو ما قلت أنا 180 كان قلت لكم 200. شفتوا أنه أنا كمان عم بعمل إضافة للبرنامج. عن جد دائما لك إضافة والله يا تمارا. طب 200 يعني هلأ بالإيتين شمعة منورة. شمعة منورة الحلقة. هلأ بعدين بتاخذوا المعلقة. صحيح طبعا اكيد انتم بس تفتحوها بتقيموا البزر والحشوه اللي بقلبها يعني، هذا شيء مفروغ منه. طيب بعد الساعتين شوي بتعملوا بالمعلقه هيك بصير يطلع معاكم هذا اللي هو الحشوه اللي بتكون بقلبها. أوكي. هاي الحشوه رح اخليها عندي لاني رح استعملها للرز. فمن احطها من كل الجهات. تمام. هلا موسمه يمكن عشان هيك بتكونش اسعاره عاليه صح؟ مزبوط صح. وهلا لسه حتى كمان الاسبوع الجاي واللي بعده بيرخص اكثر كمان. بس هلا بكون سعره منطقي. فهلا هدول هيك نبشرهم. شايفه قديش شغلتها سهله بسرعه بتنقام. بس ليش كنت مفكره ليه عملت هذا الحكي؟ لانه انا هذا رح استعمله، رح ارجع استعمله هلا بقلب الرز. يعني حاطبخه مع الرز. طب الرز يعني اللي انت دقتيه الصبح كان فيه اللي هو صحتين على قلبي يعني اللي صحتين على قلبك دقتيه وقلتي لي زاكي هو كان فيه ازلال. الله وكيلكم بهذا المطبخ ازلال اللي بياكل لقمه. بس بدي اسالك طيب ليش ابشر واغلب حالي وانا ححشي رز؟ ما خلص ما هو هاي عشان هاي الحشوه الزاكيه كثير زاكيه تحطي معها تحطيها مع الرز. يعني اما اذا انت حطيتي فيها الرز من البدايه فخلص يعني راحت هاي الحشوه عليكي. بس انا هلا هيك راح اخلطها مع الرز. طبعا تمارا بتسال كل هالاسئله على اساس بدها تطبقها بكره. لا مش على التطبيق يعني، قاعده ببشر وتعضلت ايديكي يعني على ايش؟ طب خلص يعني صراحه يعني شوفوا يعني هي الصراحه تمارا عندها وجهه نظر. اذا بدكم تعملوها بطريقه سهله زي تمارا تقدروا تعملوها. جيبوا القرعه وحشوها بالرز وحطوها بالفرن ساعتين ثلاثه بصير برضه حياه عمليه على فكره على السريع. والله هي دائما بتعطيكم هي اللي بيقولوا له ايزي اوبشن الخيار السهل الخيار الممتع. يعني توقعتها قبل شوي تقول لي هذا بدنا نقيمه نكبه زي لا ليش نكبه لا لا بدنا نعمله عجه. شوفي ما احلى هذا ينكب. هذا بتقدري تعملي فيه شوربه، بتقدري تعملي فيه 100,000 شغله يعني اكيد اكيد مش رح يكبه. ونستفيد منه بالرز زي ما قلتي لنا طبعا. نعم. أوكي. طيب شوفي عم بقول لك صباح الخير وصباح الورد بتجنني. وانت مش معقول قديش اسمك عم بيدل على انك هنيه. ما شاء الله عليكم. ان شاء الله قال هنيه ما بعرف كيف انتوا بتعرفوا انتوا اللي بتعاملوني بتعرفوا. عثمان بتقول لي تمارا شايف اللي عم بتطلعه
انت طبعا يا شيف هانيا بتقولي انا بقليه وبطبخه مع لحمه ولبن وطحينيه وبجنبه بحط رز بشهي. هاي بتشبه طريقه مثلاً. الفناغش كمان هاي ايش هي فناغش؟ في اكله اسمها فناغش. في هيك اكله من السلطيه حلوه. بتكون فيها امبارح كنا بنحكي انا وصاحبتي غاده فبتقولي انه بيعملوها مع طحينيه ومع لحمه وبتتقدم جنبها رز وطلعت فناغش. طلعت فناغش هي ماشي. بنفسها تحياتي لاهل السلط بس انا لانه مش كتير يعني بعرفهم بالاكل. طيب هلا احنا بدنا نبدا. هاي صارت جاهزه. بدي ابدا اعمل الرز اللي عندي. طبعا انا استعملت لهاي الاكله لحمه بعظمها عشان انا جعبالي اخذ المرقه تبعتها. تقدروا تستعملوا لحمه مفرومه اللي بتحبوه يعني كله بيصير. بس اوكي بتحبي اساعدك بشيء اقلي لك شيء؟ بدنا نقلي بدنا نقلي نحضر للرز. اوكي اذا نستخدم فيه حشوه القرع اللي حشوه القرع هي بذاتها. طيب نادي اهلا وسهلا فيكي من ابو ظبي كمان عم بتتابعنا. مي بتقول لك يعطيكي الف عافيه وبتحبي كثير طبخك الهادي. ما بعرف شو قصدها بالطبخ الهادي. وانا عشان يمكن بكون كثير منظمه الاغراض او مش عارفه الصراحه مش عارفه. حطوا لنا اغاني. طيب هلا حطيت هون الزيت. بدي اعمل الرز. رح انزل البصل. اوكي رح اقلي البصل شوي وبعدين رح انزل عليه الجزر. يعني هاي الخلطه اللي رح اطبخ فيها الرز. هلا الرز بسمتي انا رح استعمل لانه بحب البسمتي لانه ما بخبص يعني. اوكي بس ممكن ايام يستعمل الواحد الحبه القصيره يعني. اليوم هلا انا يعني ممكن استخدم تايجر ممكن استخدم مهراجة ممكن الاثنين. طيب بس كمان هون عم بيقولوا لك بنقدر ما نحط كل الخضره اللي عم بتحطيها. تقدر تعملوها رز لحال يعني بصير انتوا على هوا ايش بتحبوا. على هوا الموجود على هوا الموجود عندكم مزبوط. اوكي هلا هي رح نقلي الجزر. يعني هاي الخلطه اللي عمالي بعملها تمارا اللي هي رح احشيها هلا جوا القرعه. اوكي رح يعني اول خطوه انت القرعه حطيتيها شويتيها بالفرن. شويتها بالفرن حطيت عليها فتحتها نظفتها من البزر ومن الاحشاء اللي بتكون فيها عاده. بعدين حطيت فيها زيت عشان بدي اياها انها تنشوي وحطيت فيها البهارات اللي هي ملح وفلفل اسود وبابريكا بالفرشاي. مسحتهم وغطيتها كثير منيح بورق القصدير وحطيتها بالفرن على درجه حراره 200 لمده ساعتين لحد ما طريت. طبعا ساعتين لانها كبيره. انتوا اذا استعملتوا وحده اصغر بدكم تحطوا فتره اقل. شفتي شو اجى لي مسج؟ والله انه هو وصل مش انا اللي عم بألفه من عقلي. انا ما بعرف ألف على فكره. يا تمارا الحلوه خدي معك هاي القرعه. دليل لك على القرع بتحبيه؟ عشان ناخذها معنا. والله هي صراحة تمارا من لما دقت الرز صارت تحكي لي هاي كثير زاكية. كثير زاكية جد؟ قلت لها طيب خلص. شايفين انت بس انت عم تعملي سيت اب كمان حلو يعني بالقرعة عم تستفيدي. ما هي بتستفيدي منها. في ناس بتفتحها هيك بس انا بحس هيك شكلها احلى. طيب هلا رح احط عليهم ورق غار وعيدان قرفة ورح احط الهيل كمان. يعني كل البهارات اللي بتنحط عليهم. رح احط الفلفل الاسود. عم بسألوكي لازم ندهن القرعة بعسل او سكر عشان بتكون اذكى؟ في ناس بتحط لها بس انا اليوم باكلتي ما حطيت لها. بس في ناس بتحط لها من برا بتحط عليها سكر. رح احط بهارات مشكله والملح طبعا بس اليوم انت ولا دهنتيها ولا اي شيء من برا. من برا بس شويه زيت حطيت عليها. اوكي هي هلا لسه رح ترجع تدخل على الفرن. عم ترقص هي مبسوطه من الفرن. ما هي مش عارفه ايش رح يصير فيها كمان شوي زي الخروف اللي بهرب منك. مبسوطه كثير. طب رح اضيف عليهم مي او بنحط من مرقه اللحمه اللي عندنا. هي رح احط هون شويه عادي مي. ولا هي بتغلي شويه مي. مي بتغلي وانا في عندي ميه اللحمه اللي سلقتها. هي عم بيقولوا لك اليوم اكلاتك بتجنن وبتشهي. يلا ان شاء الله هيك تكون عزوقها. غير انه فوائدها للقرعه روعه. تمارا خديها معك جربيها وخبرينا عشان نعرف نجرب اولا. خلص تمارا الكل عم بحكي لك انت اليوم على راي المشاهدين. خلص عم بيقولوا لك تاخذيها. معناها يا جماعه اليوم لتمارا القرعه. خلص هاي القرعه بس بتعملي عليها عزيمه اظن. لا شو عزيمه انا ودارين ورافد يا دوبك محمد اكيد مش رح يقرب. بس الكيكه منيح منيح لو كبرتيها جايين ضيوف. هلا رح نعمل وحده ثانيه ما احنا هلا هيك. هاي صارت المرقه اللي عندي اللي رح استوي فيها الرز. رح اخليها هيك شوي بس تغلي ونطلع على فاصل لبين ما تغلي عشان نرجع نحشيها جوا القرعه. هلا في عندي انا هون رز مستويته جاهز والكل داقه اللي انه زاكي. الكل خلص قصدك. رح احطه واحشيه جوا القرعه. اوكي خلص
لحد ما انا احشيها كلياتها بالرز وبسكرها وبرجع بدخلها على الفرن كمان تقريبا ساعه كمان لا تو ماتش ساعه نص ساعه عشان ما تصير كتير طريه من برا بس برضو بتفاصل تمارا حتى بالوقت بتفاصل فهي هيك بتكون صارت خالصة عندي. طيب الرز تبعها مشهي ومتفلفل لا على فكرة لا على فكرة لا ما حبيتيه يعني. عم بجاكروكي مين اللي بجاكرني عشان انه بحبوا فصل الخريف لا هي تمارا الصراحة خلص هي راجعت عائلها واكتشفت انها هي بتحب فصل الخريف كمان. طب الله يسامحك كان انا هلا حطيت لك الرز والله كان هي قدامك يا تمارا ليه ما ساعدتي ما انا مش عارفة بحسك هيك بتحبي كل شيء تعمليه لحالك لا بحب حدا يساعدني اكيد يا طيب هلا بما انه رح ننقلها للقرعة ارجعي ذكرينا شو عملنا هيك بشكل عام اليوم عملنا كله وصفات خريفية عملنا القرعة المحشية وعملنا سلطة بالقرع المشوي وعملنا شوربة القرع وكمان عملنا قرعة سوري وايش كمان اللي عملناه سلطة وكيكة القرعة بسم الله هيها ما شاء الله تبارك الله وهي ايوه بطايتها بعدين على الوجه رح نحط اللحمة اللي انا عملتها انا بحب كثير اللحمه هاي معاها اسكى من المفرومه بس طبعا برجع لكم اذا انتم بتحبوا تحطوا عليها لحمه مفرومه خلص هلا انا ايش بصير عندي بعدين لحمه طيبه شامه قد ريحتها حلوه والله شامه كل شيء ذائك يا انا بطلت ملحقه عليكي وهي هيك دقيقه يعني هذا ديكوريشن بدي بين الرز ديكوريشن طبعا اهم شيء ديكوريشن القرعه اوكي ممتاز بعدين رح احط على وجهها اللوز ابدعتي يا شيف احط كمان عليها الرمان ما بحبش كثير الرمان انا طيب ما رح نكتر لك يا بيي تمارا بتذوق صح هاد بحبه هاد ما بحبه مش الي هاي صح احنا نسينا انها الك طب كرامبري بتحبي كرامبري بحبه طب خلص نخلي لك كرامبري حتى عندي بالبيت بحبوه طب ممتاز انا هذا اللي بدي اوصل له طيب ورح نزينها بشويه بقدونس كمان بتحبي البقدونس زاكي بقدونس لا لون اخضر شوي لانها صح يعني خريفيه خريفيه هي هيك باحلاها خلص لا سهل الواحد يحملها يلا